عضو الكويت يعني عضو مجلس أمة يكون تحت أجندة معزبة أو شيخ أو إلى آخره؟ يعني أنا ما عندنا يعني يكون شيخ بالريموت كنترول روح استجوب هذا لأنه محسوب على الفلانيين وأنا روح استجوب هذا. هذه يعني هذا صار بين أفراد الأسرة الحاكمة يعني من 2006 وصار شق عود بين الأسرة الحاكمة يعني. فلان يلا استجوب أحمد الفهد، أحمد الفهد استجوب ناصر محمد، استجوب أحمد العبد الله، صار خلاص أنا ما أنا كشيخ ما بي محمد الملا، خلاص أنا عندي أعضاء أدزهم على محمد الملا، محمد الملا ما يبي سالم العازمي خلاص محمد دزهم عليه. هذا اللي قاعد نشوفه يعني، يعني خاصة حنا نتمنى يعني أفراد الأسرة حاكمة أنهم يلمون بعضهم وما ندخل حنا في مهاترات حنا في غنى عنها. يعني انتقلت العدوى إلى 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 الشق التجاري يعني، يعني كان بالسابق كان بين الأسرة الحاكمة، الحين لا انتقلت العدوى إلى الشق التجاري، صقر محمد صقر وال انتقلت، هي كانت تقاسم أدوار يعني، كانت تحالفات تقدر تسميها. بس من كان بالسابق يعني يقول لنا مرزوق راح يوقف ضد محمد صقر؟